الاخوان شوفوا معنا، يعني هاد الشينويه هادي غادي تقاد واحد الحمام يعني بمعايير عالميه في هاد هواء الطرق، يعني في هاد الجريده. فشوفوا معنا يعني الطريقه كيفاش غادي دير تبنيه داكشي بزاف. هارب هارب الاخوان هادشي. الفكره الاخوان ممكن يعني تفيد الناس، وكان عندهم مساحات بزاف ساكنين يعني في عندهم الفيلا ولا في اراضي يعني ديالهم، عندهم اتساع. الفكره خدامه ليهم الاخوان، كيفاش تكون نيطوايط خارج الدار وبعيدة على الدار. ويعني الإخوان يعني قديما في العرب راه كان دايما لي طواليط كانوا كيدارو بعادين خارج المنزل، نظر للروائح الكريهة كتكون في الطواليط إلى آخره. فشوفوا مع الإخوان يعني اللي عجبني في هذا الفيديو الطريقة العبقرية باش كتبني هاد السيدة، هذه طريقة جديدة في البني كدير هاد. يعني سبحان الله كل دولة الإخوان عندهم واحد الطريقة، واحد النمط في البني ديال الساس وديال شو الساس كي دارتو الاخوان اللي دارت بناتو بهذا الحجر. يعني ما حفراش لي الفوسي كيف ما كنحفروا حنا الفوسي، دوزتي داك الحجر من الفوق باه كدوز دابا القواس الاخوان. يعني عجبتني الاخوان الخدمه ديال السيده، واحد الخدمه نقيه بزاف. شوفوا تشوفوا معنا في التالي الاخوان كي غادي تطلع يعني هاد الطواليط غادي تقرصها حسن من المعلم بنايا الاخوان، كتعمر ديك الحوض اللي دارت يعني لداخل بالرمله. شوفوا معنا الاخوان عاود دارت له لينك الرمله الرماديه. تحيه الاخوان هاد السيده، ها هي الاخوان كضامي هذا الحجر ولا ما عرف شنو هو هذا ولا قرمود ولا ما عرف شنو هو. الاخوان كيشد الماء واقيلا، انا قلت كتهرسو ودازت عليه بالدكاكه الاخوان، دازت عليه بالماسيطه دقدقات والاخوان ما عرف علاش. واخا شوف واش غادي دير، لحت فوق السيما ايه. وشوفوا مع الاخوان على الخدمه كي دايره كيفاش يعني الشينوا كيخدموا الطاله الاخوان، يعني كيفاش الشينوا كيخدموا يعني الضاله ديال بحال الشيء في الارض ود الساس نقولوا الساس. عجب الطوايط الاخوان هي كتركبها، يا سلام وبلان هذا الاخوان والله الا ما شنو هي طوايط بلديه في هواء الطلق في شكل شيء جديد.